بحب الإذاعة. يعني خليني أكلمكم عن زيارة تاريخية أنا بلاقيها تاريخية ولطيفة جدا، وهي فكرة إنه يكون في زيارة متبادلة ما بين مجلس الأهلي إلى الزمالك، ودي زيارة يعني فيها كده حاجة إنسانية لطيفة، فيها ود. إحنا بندخل نلعب كورة في البداية علشان الكورة دي كمان ممكن تبقى بالنسبة لنا فيها حاجات كتير. الرياضة أخلاق، يعني قبل ما نكون إحنا هنلعب رياضة، ولكن في كده لازم يكون في أخلاق وفي أجواء كده تبقى مختلفة. فالزيارة التاريخية زي ما كل الصحف الحقيقة مدوناها إن هيقوم طبعا يعني رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب بزيارة الزمالك تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب. وده حاجة لطيفة جدا إن هم يتبادلوا الزيارات، الاثنين يعني أندية كبار جدا لهم اسم كبير مش بس في مصر ولكن في العالم العربي، فطبيعي جدا إن يكون في زيارة كده ويكون في تبادل، وكمان ده بيخلي الجمهور يعني بدل ما يبقوا في حالة صدام في منافسة كروية، أكيد ناس بتشجع الفريق ده، ناس بتحب الفريق ده، ده أكيد، ولكن كمان الأجمل إنه الكرة هي اللي تكون يعني هي اللي تكون سائدة، وأخلاق الكرة تكون ألطف، ويبقى في روح رياضية عالية، ويبقى في كده بينا تقارب لطيف. أنا شخصيا مبسوطة جدا من الزيارة دي، بداية جديدة، مرحلة جديدة بين الأهلي والزمالك. خليني أرجع معاكم بالأوراق، يعني كده قعدت أشوف يا ترى إيه أول مباراة لعبوا فيها الأهلي والزمالك، كان فبراير 1917، مش هقول مين اللي فازش محدش يزعل، والمباراة الرسمية الثانية يعني أو البداية كانت 1948. أنت بتتكلم على تاريخ بعيد جدا وطويل جدا، يعني أهلي وزمالك موجودين وبيلعبوا، وأسماء وأجيال بتبقى موجودة في الكورة. كمان خد بالك أن أنت لما بتيجي تشكل المنتخب بتشكل المنتخب من أندية مهمة زي الأهلي والزمالك. صحيح دلوقتي أنه بقى في عناصر كتير مفيدة أكتر وبتبقى موجودة أكتر، لكن كمان بيبقى الحقيقة أسماء اللي موجودة في الأهلي والزمالك هي الأكثر يعني تأثيرا، يعني بتبقى بارزة بشكل كتير في الملاعب. الزيارة كمان هتبقى يعني لطيفة بشكل كبير، انه هتبقى الزيارة دي اكيد متكررة، يكون في كمان بينهم كده اجواء لطيفة، وتتشال بقى كل المشاحنات اللي ممكن كمان بتعمل تعصب لدى الجمهور من هنا ومن هنا، فتبقى الفكرة جميلة. انا اخترت ان احنا نسمع هاني شاكر، صحيح انه نجم زملكاوي بس مش مشكلة، يعني أهلي وزمالك، ما الأهلي رايح يزور الزمالك بدعوة من الزمالك، فخلي المطرب جميل زي هاني شاكر يقول بحبك يا غالي، هديها للأهلي هديها للزمالك، تمشي على الاثنين.